مصادر صحفية قالت إن هؤلاء المربين نشطوا بمساعدة من العتبة العسكرية في سمراء، والتي حاولت بدورها الحد من تلك الحوادث من خلال نصب أسلاك شائكة لمنع عبور الجاموس نحو الطرق، لكن هذا الحل لم يجدي نفعا. لقطات مصورة تداولها ناشطون بعد حادثة وفاة الطبيب تبين انتشار الجاموس على الطرق الرئيسية والشوارع في سامراء. دعونا نشاهد. هاي أربع الناس ماتت من وراها، واليوم الجسر ما عاد يحاسب. روح عليك يا فكرة، روح عليك يا فكرة، روح تمشي عليها، روح تمشي قول العبور.